نقاشات عديدة وخلافات واختلافات كثيرة أثيرت الشهور الماضية حول قوانين الأسرة والمرأة والأحوال الشخصية. مشاريع قوانين قدمت وأخرى سحبت، ومشاريع تنتظر الفرج أو المجهول. المشروع الأول تقدمت به النائبة سهير الحادي في ديسمبر الماضي عن الاستضافة والرؤية، وأثار جدلاً كبيراً دعاها إلى سحب مشروعها. وفي أبريل الماضي طرح نواب حزب الوفد مشروعاً متكاملاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وما زال حتى الآن في اللجنة التشريعية في البرلمان ولم يصدر قراراً بشأنه. المشروع الثالث لقانون الأحوال الشخصية تقدم به مركز قضايا المرأة بالتعاون مع قيادات نسائية. أما المشروع الرابع لقانون الأحوال الشخصية فتقدمت به النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان الشهر الحالي إلى المكتب الفني لائتلاف دعم مصر لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث. وهناك حديث عن مشروع خامس يعده المجلس القومي للمرأة. قضايا خلافية عدة تطرحها تلك المشاريع، وبخاصة مشكلات الحضانة والاستضافة والرؤية والميراث والخطوبة والشبكة والطلاق الشفهي. كل هذه الاقتراحات لم تؤكد، فالشيء الوحيد الأكيد أن مجلس النواب لم يحسم الأمر بعد.